يعطيكم العافية جميعا. نحن اليوم رح نبلش بدرس Exponential and Power Function. أول شغلة رح نحكي عن الـ Definition لإلها. بتقول لي the exponential function is the function defined over minus infinity plus infinity f of x equal e power x. Note that f of x أكبر من 0 for every x. شو يعني؟ انتو اذا بتتذكروا اللين اكس كنت تقول انه الاكس بوزيتيف واللين اكس مرات نيجاتيف مرات بوزيتيف. هون عندي الاي اكس، الاكس بين الماينس انفينيتي وبلس انفينيتي، بس الاي اكس دائما بوزيتيف شو ما كانت الاكس، فاذا دائما اي اكس بوزيتيف شو ما كانت الاكس. اذا بيجي عوض ارقام يعني اف اوف 1 مثلا اي باور 1 هي اي، اف اوف 0 اي باور 0 هي 1. كمان بدي احفظ انه لين اي باور اكس هي اكس لين اي هي اكس. فاذا بتحفظوها او انتبهوا لشغله، اللين والاي شو بيعملوا ببعضهم؟ بيطيروا بعضهم، شو بيضل؟ اكس. الاي واللين بيطيروا بعضهم، شو بيضل؟ كمان اكس. بحكي شوية بروبرتيز. اذا بتتذكروا انتم الباور اللي اخذينه كان بالسابع ولا بالثامن ولا بالتاسع، اذا عندي اي اي تايمز اي بي نفس البيز بجمع الباور تصير اي بلس بي. اي اي باور ان هي اي باور ان اي، اي اي اوفر اي 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 باور اي على اي باور بي، اي باور اي ماينس بي، اي باور ماينس اي هي ال1 على اي باور اي، اي باور 3 ماينس لان 2 هي اي باور 3 على اي لان 2، اي باور 3 على اي لان 2، اي باور 3 اي باور 3، اي واللان شو بيعملوا ببعضهم؟ بيكنسلوا بعضهم، شو بيضل؟ 2. عم بيقول لي سولف اي اكس بلس 1 بين براكت اي اكس ماينس 2 بين براكت ايكوال 0. يعني أول وحدة equal 0 EX plus 1 equal 0 EX equal minus 1. بس نحن اتفقنا أنه EX دائما positive، معقول تساوي minus 1 اللي هي negative، فبقول له impossible. ننزل على تاني وحدة حط بيناتهم OR EX minus 2 equal 0 EX equal 2. طيب الـ E لحتى أطير أنا أتخلص منه وضل عندي X بعمل لين نهاية نحية ولين نهاية نحية، بصير هون لين E power X وبصير عندي هون لين 2، بيطلع عندي x equal lan 2. بيجي لللمت، limit as x tends to plus infinity ل e power x هي e plus infinity ل e plus infinity، بتحفظوها مثل اسمكم هيدي. limit على ال plus infinity ل e x هي plus infinity. limit على ال minus infinity ل e x هي e power minus infinity 1 over، انتبهوا مش e power minus infinity، بنزلها على الدنومينيتر بتصير 1 over e plus infinity equal 0. نحفظهم e minus infinity 0. اي بلس انفينيتي بلس انفينيتي هيدي عكس اللان. باللان شو كنا عم نقول؟ لان بلس انفينيتي بلس انفينيتي، لان للزيرو ماينس انفينيتي. طيب وقت الليمت الليمت على الانفينيتي بيطلع رقم، يعني واي ايكوال هيدا الرقم هي هوريزونتال اسمتوت. حدا بيسالني ليش اكس اكسس؟ ما الاكس اكسس الايكويشن لها هي واي ايكوال زيرو. ديريفاتيف رح بلش بديريفاتيف بسيطه، اي باور اكس شو الديريفاتيف لها؟ كمان اي باور اكس. حدا بيسالني ليش الديريفاتيف هي؟ شايفين هذا الباور بعمل له ديريفاتيف بحط الديريفاتيف تبعه وين؟ هون. يعني شو ديريفاتيف للاكس؟ 1، بحط هون 1. هلا ال1 بما انه ما لها تاثير ما حطيناها، وبحط الاي اكس مثل ما هي. البروف مش مطلوبه منكم، بس بدي انتبه انه الاف برايم اي اكس، الاي اكس دائما بوزيتيف، يعني اف برايم دائما بوزيتيف. اذا اف برايم دائما بوزيتيف الاف بتكون ستريكتلي انكريزنج. بنزل هلا على تيبل اوف فاريشن x f prime of x f of x. domain متفقين minus infinity plus infinity دائما positive لانه طلعت f prime of x هي x دائما positive، يعني دائما طالع على minus infinity 0 على plus infinity plus infinity. هودي particular points لنتاكد يعني مش اكثر. 0 equal 1 يعني اذا بتكون على minus infinity 0 يعني بتكون على minus infinity y equal 0 بما انه هو horizontal asymptote. e power 0 هو 1، e power 1 هي 2. يعني على x equal 1 هي e وال e هي 2.7 وبتطلع لل plus infinity. بتطلع هون كمان remarks e power a equal e power b equivalent to a equal b. e power a أصغر من e power b يعني a أصغر من b. e power a أكبر من e power b مثلا a أكبر من b. بيجي هلا لهون عم بيقول لي exponential function with base study of some limits.
يعني هون بدي اشتغل شوية limits. شو بيقول لي هون؟ بيقول لي limit as x tends to plus infinity e x على x. إذا بعوض هون plus infinity e plus infinity plus infinity، واللي على plus infinity هون كمان بتطلع plus infinity على plus infinity. بيجي بعمل operator rule، بحط limit، شو الديريفاتيف للي x؟ e x. شو الديريفاتيف للي x؟ 1. برجع بعوض e plus infinity على 1 هي e plus infinity لي e plus infinity. هلا limit as x tends to plus infinity x e minus x. limit as x tends to plus infinity ال x بحطها فوق، وال e minus x بتصير بالدينومينيتر e power x. طيب يا عمي بيجي بعوض انا، حدا بيسالني ليش انت بتعمل فراكشن؟ تنتبهوا لشغله، بس يكون عندي هون وقت بحط plus infinity plus infinity e minus infinity 0. 0 ضرب infinity هيدي indeterminated، 0 ضرب infinity برجع بذكر بدها تحولها لفراكشن. infinity على infinity او 0 على 0 اوبيتال رول. plus infinity مثلا minus infinity او minus infinity plus infinity common factor. وقت اللي بحولها انا لفراكشن هيدي بتصير e minus x، اسهل شيء حطها بالدينومينيتر والx تضلها بالنيوميريتر. يعني limit as x tends to plus infinity، جيت انا عم بعمل limit هون بقول يا عمي انه الليمت على بلس انفينيتي بلس انفينيتي على بلس انفينيتي كمان تطلع انفينيتي على انفينيتي بدها اوبيتال رول. بعمل ديريفاتيف للاكس هي 1، ديريفاتيف للاي اكس هي اي اكس، برجع بعوض بلس انفينيتي 1 اوفر اي بلس انفينيتي يعني 1 اوفر بلس انفينيتي 0. هلا ليمت از اكس تندز تو ماينس انفينيتي اكس اي باور اكس، شو بدي اعمل هون كمان؟ بيجي بعوض minus infinity e minus infinity، يعني minus infinity ضرب 0 indeterminated. يعني على شو بدي اشتغلها؟ شو هي الطريقة الوحيدة؟ حولها لفراكشن، لأنه 0 بضرب infinity دائما بحولها لفراكشن. حولها لفراكشن يعني بجيب الليمت as x tends to minus infinity، e power x شو بتصير تحت؟ e minus x. والx بتضلها فوق. حدا بيسألني ليش ال ex عم بتحركها مش الx؟ يا جماعة الشيء له باور، إذا بتحطه بالدينومينيتر بتلعب بإشارة الباور وتحطها بالعكس. بس الاكس كيف بدك تنزلها لتحت؟ صعبه بتصير. بجيب ليمت بصير عوض ماينس انفينيتي فوق وتحت عندي اي ماينس، فاذا ماينس انفينيتي فوق وتحت عندي اي ماينس ماينس انفينيتي يعني بلس انفينيتي، فاذا صار عندي ماينس انفينيتي على بلس انفينيتي. شو هي اوبيتال؟ بدها اوبيتال رول هيدي. بعمل ديريفاتيف للاكس 1 وديريفاتيف لهيدي هي هيدي. حدا بيسالني ليش عملت هيدي؟ شو الديريفاتيف للماينس اكس؟ هي ماينس 1. هلا نحن بس حاطين ماينس، هي ماينس 1 والاي ماينس اكس حطها حد. برجع بعوض ماينس انفينيتي ال1 1 ما بتتغير، الماينس ماينس اي محل الاكس شو بحط؟ ماينس انفينيتي، يعني بتصير اي ماينس ماينس انفينيتي يعني ماينس اي بلس انفينيتي 1 اوفر ماينس هون اي بلس انفينيتي اي بلس انفينيتي 1 اوفر ماينس انفينيتي ساعتها هي 0، 1 اوفر انفينيتي هي 0. طيب وليمت از اكس تندز تو 0 اي باور اكس ماينس 1 على اكس، بيجي انا بعمل شغله بعوض اي باور 0 1 1 ماينس 1 0. وهون اذا محل الاكس 0 بتصير 0 على 0، 0 على 0 انفينيتي على انفينيتي بدها اوبيتال رول. فاذا طلعوا 0 على 0 ديريفاتيف فوق ديريفاتيف تحت. شو الديريفاتيف للاي اكس ماينس 1؟ اول شيء الديريفاتيف للاي اكس اي اكس، الديريفاتيف لل1 0 يعني بس اي اكس، الديريفاتيف للاكس اي 1. بعوض محل الاكس 0 بتصير عندي اي باور 0 ايكوال 1. نجي هلا لديريفاتيف بس موسع اكثر. اذا عندي اف اوف اكس ايكوال اي يو اكس نفس الشيء، الاف برايم بعمل ديريفاتيف لهودي وبحطهم قبل، وهيدي بحطها مثل ما هي. بروف شو بدكم بالبروف؟ انتم بس احفظوا هيدي. اكزامبل e power x square minus 3x plus 2. عم بيقول لي اعمل لها ديريفاتيف، بيجي بياخذ هول اللي فوق بعمل لهم ديريفاتيف وهي الاي بحطها مثل ما هي. طيب بيجي بعمل ديريفاتيف لها، شو الديريفاتيف لل x square 2x؟ شو الديريفاتيف لل minus 3x؟ minus 3. وهودي مثل ما هن. هلا بيقول لي انتي ديريفاتيف، بدي احكي عن انتي ديريفاتيف هلا. إذا عندي f of x equal u prime of x e u of x، شو الانتي ديريفاتيف لهيدي؟ هي هاي. ها خليني ارجع للسلايد اللي قبلها. بما انه اذا f of x هي e u x، ال f prime u prime e u x،
يعني هايدي هي الديريفاتيف لهاي، وهايدي هي الانتي ديريفاتيف لهايدي، لان انتم بتعرفوا الديريفاتيف والانتي ديريفاتيف هن عكس بعض. طيب هون نفس الشيء، هايدي هي الديريفاتيف لهاي، وهايدي هي الانتي ديريفاتيف لهاي. يعني اذا بعمل انتي ديريفاتيف يو برايم اكس اي يو اكس هي اي يو اوف اكس بلس كونستنت. اعطاني اكزامبل، قال لي f of x equal antiderivative to x plus 1 e x square plus x minus 3 d x. تعتبر انه هيدي هي u of x، اخذت u. u prime هي 2x plus 1، هيدي هي u prime. دائما بس يكون عندي function مضروبة ب e power شيء، باخذ ال u هي هيدي اللي فوق، والدي u بتطلع هيدي. تتذكروا بس كنا نقول لان مثلا لشيء وحط الديريفاتيف تبعها برا، هون نفس الشيء. ال u هيدي والديريفاتيف تبعها هون حد. باخذ u فاذا هاللي فوق. شو الديريفاتيف لها 2x بلس 1 هيدي اللي تحت صرتها بحطها مثل ما هي، فاذا 2x بلس 1 هي مين؟ هي يو برايم. برجع بحط حدها اي ومحل هودي شو بحط؟ اي يو اكس. طب انا بعرف انتجرال لليو برايم اي يو اوف اكس دي اكس شو هي؟ اي يو اوف اكس، اي يو اوف اكس يعني اي اكس سكوير بلس اكس ماينس 3 بلس كونستانت اي اف اوف اكس. هلا عم يعمل اياها على ارقام محدده. طيب شو يعني على رقم محدد؟ قال لي انتي ديريفاتيف فروم اي تو بي تو اكس بلس 1 اي اكس سكوير بلس اكس ماينس 3 دي اكس. نحن متفقين شو الانتي ديريفاتيف؟ بدل ما اتعذب مرتين بنقل الجواب بنقل هودي. طب هنا الانتي ديريفاتيف لهودي هو هذا الجواب، بحطه جوا من الاي لل بي، من الاي لل بي. اول مره بدي اعوض البي ماينس بعوض الاي، يعني f of b minus f of a. بعوض محل كل x b يعني e b square plus b minus 3 plus c minus بفتح بلك التاني. هون انا اوي مستعجلت وعملتها minus e a square plus a minus 3 plus c. وقت اللي بضرب بالماينس بتصير minus e a square plus a minus 3 minus c. طيب ال c وال minus c طار، شو صار عندي؟ e b square plus b، هون فيش x، راح اظبط لكم اياها. فاذا بصير عندي اي بي سكوير بلس بي ماينس 3 ماينس اي اي سكوير بلس اي ماينس 3. هلا عم نحكي هون عن اريا بوضوح اكثر، يعني شايفين هاي الاريا اللي هون؟ هاي الاريا اللي هون بالنهايه هاي الانتي ديريفاتيف هي عباره عن اريا، او هلا بربط لكم اياها ببعض. بيقول لي ذا فاليو اوف ذا اريا the value obtained is the area bounded by x-axis, the curve of f of x, curve of f of x, the two vertical lines x equal a و x equal b. يعني كني أنا عم جيب الانتي ديريفاتيف أو عم جيب الاريا، عم بيقول لي من الـ a للـ b، اعتبروا هون الـ a واعتبروا هون الـ b. عم نعتبر هيك نحن، فإذا اعتبروا هون الـ a وهون الـ b، بدي الـ الاريا بين الكيرف، بين هاي اللاين، بين هاي الاكس، بين هاي الاكس. نجيب الانتي ديريفاتيف، نحط الانتي ديريفاتيف ها مثل ما نكون ملاحظين هون من ال A لل B مثلا. إذا عم بعمل انتي ديريفاتيف من ال A لل B، بفتح انتي ديريفاتيف f of x اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هو 0 dx. طيب عم بيقول لي equation with exponential، يعني عندي example e3x minus 2 equal 2. شو بدي اعمل لحتى احصل على الاكس؟ نحن اتفقنا مين بيطير الاي؟ لان مضطر اعمل لان هاي الناحيه ولان لهي الناحيه. بعمل لان هون ولان هون. لان والاي شو بيعملوا بعضهم؟ بيطير. بصير 3x minus 2 equal لان 2. 3x ساعتها equal 2 plus لان 2. x equal 2 plus لان 2 على 3. inequality، يعني إذا عندي كمان inequality with exponential. أعطيني example، أنا بيقول لي ex minus 1 على ex أكبر من 0. أنا انتبهوا بعرف هيدي positive دائما فما بتأثر، ساعتها بياخذ هيدي أكبر من 0. يعني ex أكبر من 1. طيب ex أكبر من 1 مش هيك؟ كيف بدي أطيرهم من بعضهم؟ بلا ما استعمل هالطريقة إذا بدكم. لين من هون ولين من هون. لين e power x هي x ولين لل 1 هي 0. بصير عندي x أكبر من 0.
example عم بيقول لي solve 2e to x minus ex minus 1 equals 0. طيب هيدي يا عمي انا شو بدي اعمل لها؟ عقدة عقدة، ذاكرين بس نكون عندنا لين سكوير x minus 4 لين x plus 3 مثلا equals 0 كيف بحلها؟ هون نفس الشيء، يعني 2e to x اعتبرت انا y equal ex، يعني 2 محل e to x هي مين؟ هي y سكوير minus y minus 1 equals 0 مثل هيدي. إذا بدي أجيب للروتس لهيدي على الكالكوليتر بيطلع y prime equal 1 y double prime equal minus 0.5. طيب y prime equal 1 يعني ايه x equal 1؟ معقول ال x تكون positive، هي أكيد احتمال تكون 1، بس هون y double prime equal minus 0.5 ex معقول تكون negative؟ rejected، ما بقبلها لأنه ال x دايما positive معقول تكون negative، فباخذ هيدي بقول له y prime equal 1 ex equal 1. في شو أعمل؟ بدل ما أكتب e 0 كيف بطير الاي؟ لان لان اي باور اكس ايكوال لان 1، لان اي باور اكس هي اكس ولان 1 هي 0، يعني اكس ايكوال 0. هذا شرح الدرس او الافكار الاساسيه بالدرس، بتمنى تراجعوهم بين ما اعمل الفيديو اللي بعده، راح يكون حل اسئله راح يكونوا على الكتاب، يعني بتبلشوا تجربوا بالاسئله على الكتاب صفحه 123، بين ما نتلاقى نحن وياكم المره الجايه وبين ما ابعت فيديو المره الجايه. فإذا بدنا نجرب الأسئلة على الكتاب صفحة 123.